عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه عاش الشباب حضراتكم في حلقة جديدة ومهمة جدا من الموسم الثالث من برنامج عاش الشباب. كلمة السر في نجاح أي دولة في العالم هي شبابها، وإحنا هنا في مصر حاطين في شبابنا أملنا وبإيديهم يحسنوا مستقبلها. لما نقول شباب مصر يعني الإرادة والعزيمة، يعني القوة والشجاعة. ليكوا أنتوا يا شباب مصر هتعدي الصعاب. خلوني في البداية أرحب بزمايلي. صباح الخير عليكم يا شباب. صباح الخير عليك يا ندى. نبدأ بقى معاكم في تعريف فقرات حلقتنا النهاردة، وهبدأ مع محمد علاء. محمد صباح الخير عليك، وعندك ايه النهاردة؟ صباح الخير عليك يا ندى، وصباح الخير على كل مشاهدينا الأعزاء اللي بيشوفونا النهاردة. في فقرتنا الأولى هتكون ضيفتنا هي الكاتبة والروائية الشابة مي مجد، واللي هنعرف منها ازاي القصة والرواية بيكون ليها هدف وغرض، وهنعرف منها كمان ازاي القصة والرواية بتوصف وتعبر عن الواقع. مش كده وبس، لا ده هنعرف منها كمان ازاي هي قدرت تكتب اكتر من روايات وقصص كمان، واهمها وابرز القصص والروايات اللي شاركت فيها. بالظبط يا محمد، وطبعا كلنا عارفين ان الشباب هم جذور المجتمع، وهم المسؤولين عن تحسين وتطوير المجتمع عن طريق قيادتهم وابتكاراتهم ومهاراتهم، وطبعا بكده هيقدروا يطوروا في كل مجالات المجتمع سواء تكنولوجيا، سياسة، تعليم. وفي حكمة بتقول شباب بلا أحلام كربيع بلا زهور. عشان كده هتكون ضيفتنا في الفقرة الأولى النهاردة ربيع وفخر كلية هندسة الكاتبة والروائية مي مجد. بالضبط يا رميساء، وفي فقرتنا الثانية النهاردة هنتكلم عن علم هدفه الأساسي هو الاستثمار في الإنسان وتطوير طريقة تفكيره وتفاعله مع البيئة المحيطة به، مش بس كده، وإرساء العدالة الاجتماعية بغض النظر عن الدين أو اللون أو الشكل. وهو كمان علم بيضيف جودة وقيمة وحياة كريمة لذات الإنسان. هيكون العلم ده هو علم التنمية البشرية أو التنمية الذاتية. هيكون دورنا في عاش الشباب، لأن في ناس كتير بتتلخبط بين مفهوم التنمية البشرية والتنمية الذاتية، هيكون دورنا في عاش الشباب توضيح المفاهيم المجهولة. عشان كده هيكون ضيفنا النهاردة الدكتور أو المدرب رضا حجازي، رضا عز الدين، المدرب التنمية الذاتية، وهنتكلم معاه أكتر عن مفهوم التنمية الذاتية والاختلاف بينها وبين التنمية البشرية. جميل جدا يا شباب، وان شاء الله هيكون حوار مهم جدا في الفقرة الأولى مع الكاتبة مي مجدي. واستنوني أنا ولمياء مجدي في الفقرة الثانية مع الأستاذ رضا عز الدين مدرب التنمية الذاتية. فاصل، ولكن قبل الفاصل حابة أشكر أستاذي الإعلامي الكبير أحمد دياب رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية ومقدم برنامج مصر الأصل ومقدم برنامج الباش تاجر. حابة طبعا أشكره على تعبه معانا طول الفترة اللي فاتت وعلى دعمه لينا. فاصل، وبعد الفاصل حوار مهم جدا مع الكاتبة مي مجدي مع زمايلي محمد ورميساء، انتظروهم بعد الفاصل. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده. هذا البرنامج برعاية بعد الفاصل. كل قصة ورواية بتتكتب بنعيشها بحلوها وبمرها. كل قصة ورواية بتتحكي وبتتكتب بتخلينا نفكر يا ترى احنا صح ولا احنا غلط. كل قصة بتتكتب وبتتحكي كانت طريقة ان احنا نهرب من الواقع، لكن دلوقتي لا، دلوقتي كل قصة بتتكتب وبتتحكي وبتتقال بقت طريقة بتعبر وبتوصف الواقع. علشان كده خلوني ارحب بضيفتنا النهاردة اللي مشرفانا ومنورانا، الكاتبة والروائية الشابة مي مجدي. مي اهلا بيكي في عاش الشباب. اهلا بيك. اهلا بيك يا مي. مبدئيا كده عايزاكي تعرفيني بنفسك. انا مي مجدي محمد،
خريجة كلية هندسة 2019 قسم مدني، بحضر الماستر دلوقتي وكاتبة راب. تمام. ماي، كتابة القصص والروايات عندك كانت موهبة فطرية ولا مكتسبة؟ هي بدأت معايا من سن 10 سنين. كنت وقتها بدأت ان انا اكتب مذكراتي. تمام. وبعدين فضلت اكتب المذكرات دي يعني لحد النهاردة، وكمان كنت لسه وانا صغيرة بقرأ اللي هي الحاجات ميكي والكلام ده، وبعدين بدأت بقى ان انا ادخل ان انا اقرأ كتب وبعدين روايات، فبدأت الكتابة معايا من بدري جدا، ولحد ما وصلت بقى ان انا النهاردة كتبت كتابين والرواية بتاعتي اللي انتشرت السنة دي 2019. يعني نقدر نقول ان هي مكتسبة مع مرور الوقت، قدرتي تتمكني انك تكتبي وتكتسبي مهارة جديدة انك تكتبي روايات وقصص. اكيد، واي حد بيقرا كتير بيلاقي نفسه ان هو عنده فضول ان هو عايز يكتب ويحاول يشوف هو هيوصل لايه لما يكتب. تمام بالظبط. ايه مين الكاتب المفضل ليكي؟ الدكتور ايمن العتوم، هو كاتب اردني وبقاله 25 سنه بيكتب، وبحب في كتاباته ان هو بيكتب في كل حاجه تقريبا، وبيقتبس يعني بياخد الايات القرانيه وبيعمل قصه وبيدرس عليها فترة كبيرة جدا، ويعني ده اكتر كاتب انا بحترمه جدا بجد. يعني انت اللي شدك فيه انه بيقتبس الايات القرآنية او بيعمل عليها، يعني هو مش بيكتب في مجال معين، مش رعب مش اجتماعي، لا هو بيعمل ميكس ما بين كل انواع الادب في رواية واحدة. تمام. طيب يمكن اتمنى بس يجيبوا صورة الكاتب حضرتك اللي بتقولي عليه دلوقتي موجودة معانا على الهواء، ممكن ايه تعبرينا الصورة دي؟ دي صورة في حفلة توقيع الكاتب السنة دي. ويعني عرفته بنفسي وقتها ان انا برضو روائية وكده، وكان نفسي ان هو ياخد نسخة من الرواية بس انا ما لحقتش بصراحة. نتمنى ان شاء الله ان هو تتقابلي معاه وتعبريه عن كل ده. يمكن عايز اسألك اكتر الروايات والكتب اللي اثرت في مي مجدي بشكل كبير. هو انا اول روايه قراتها كانت روايه اسمها العنكبوت للدكتور مصطفى محمود، وهي تقريبا اصلا الروايه الوحيده اللي هو كتبها، هو كتب كتب تانية علميه وادبيه، فهي الروايه دي كانت زي الشعله ان انا ابدا ان انا احب الروايات، وبعدها جه بقى روايات تانية كتيره جدا. طيب بما ان انت كاتبه وروائيه وقصص، بس بتفضلي كمان انك تقري الكتب العلميه زي كتب علم النفس او الكتب اللي بتتكلم عن البيولوجي او كده، ولا مقتصره بتقري بس الروايه والقصص؟ لا اكيد بقرا كتب تانية كتير جدا، وخاصه علم النفس ده برضو جت فتره كده ان انا كنت بختار كل الكتب دي بحاول ان انا اقراها، يعني في كذا كاتب برضو بس مش قادره افتكر دلوقتي، وكمان الكتب التاريخيه. في اسم كتاب محدد فاكراه حتى؟ كان برضو للدكتور مصطفى محمود، كان في كتاب اسمه الخروج من التابوت. ماي، يعني عايزه اقول لك يعني يمكن اخر روايه كتبتيها عايزين نعرف تتكلم عن ايه، اللي هي اسمها المذنبون، كانت ليكي، كانت اخر حاجه في معرض الكتاب صح؟ كلمينا عنها. هي روايه المذنبون كانت بحاول ان انا اناقش فكره ان المجتمع ازاي ممكن ينبذ شخص علشان خطأ هو عمله. تمام. فحاولت ان انا اوضح ان كل الناس بلا استثناء عندها اخطاء. تمام. وان احنا مفروض نتقبل الناس اللي عملت الخطأ ده، والرواية بتتكلم عن خطيئة معينة اللي هي القتل، فيها 3 أبطال كل واحد فيهم بيقتل لسبب مختلف عن التاني. وبعدين بيتنقلوا لمدينة. هقطعك يا مي، يمكن ده كانت من مظاهر الاهتمام والدعم ليكي بعد ما كتبت الرواية دي، كانت طبعا من الكلية. رعاية في الكلية طبعا. كلمينا عن الصورة دي وعن الاهتمام اللي حظي بيكي يعني أثناء بعد كتبت الرواية. دي صورة ليا مع عميد الكلية دكتور معتز طلبة. كانت أول مرة يتعمل حفلة توقيع في الكلية، فكانت حفلتي فكنت مبسوطة جدا. وكان في ناس كتير جدا من الكلية عندنا، وكمان الكلية بعدت انفايت مش هندسة بس، هندسة وحاسبات وإعلام، فكان في ناس يعني. أنا إحنا نسينا ننوه إنك أنت برضو يعني بجانب إنك أنت كاتبة وروائية طالبة بكلية الهندسة بالفرقة مشروع التخرج صح؟
انا نزلت الروايه وانا كنت في الفرقه الرابعه بس انا خلصت يعني دلوقتي لسه بادئه الماستر من حوالي 3 اسابيع. جميل جميل جدا. يمكن يا مي، هل كان لك روايات تانية او حاجات تانية غير المذنبون هل كتبتيها؟ انا شاركت في مجموعتين قصصيتين كل واحده فيهم بقصه رعب. دي كانت اول حاجه شارك فيها 2016 ويبقى الحنين، تمام، والراحل ده كانت 2017. الاثنين بيتكلموا عن الرعب. الاثنين فيهم قصه رعب. ليه الرعب يا مي؟ هو انا شايفه ان كتاب الرعب عامه بينقسموا لحاجتين، كاتب بيكتب من خوفه او بيوصل للناس قد ايه هو خايف، او كاتب قلبه ميت فبيحاول يخوف الناس اللي حواليه. وكمان كتابه الرعب غالبا يعني الكاتبات مش كتير، فحسيت ان هي هتبقى حاجه مميزه ان انا اكتب في الادب ده بالذات. عايز اسالك سؤال، هو شرط ان مثلا اللي بيكتب الرعب انه يقوم بمغامرات ويجرب ويقرا حاجه رعب او حاجه فيها خطر عشان يكتب رعب؟ هو انا عن نفسي مريت بتجارب حاولت ان انا اكتب فيها يعني اكتب عنها الرعب ده، يعني شفت كذا تجربه. اصلا تقريبا عامه معظم الكتاب الرعب هتلاقي عندهم تجربه، ما شفتش كاتب ما كتبش من حاجه شافها او حتى حاجه تخيلها، يعني ممكن يبقى خياله واسع بس حب ان هو يزود شويه من افكاره دي او الحاجات اللي شافها فيكتب رعب. يعني انت جربتي حاجه او حصلت لك حاجه فحاولتي تجيبي منها وحي من خيالك وتكتبي برضو عنها بالزبط. بس انت ما خدتيش التجربه انك تبحثي عن المشاكل بنفسك يعني؟ لا لا لا، هي جات لي لوحدها. فهمك. ماي، كان ليكي قبل كده اشتركتي في مسابقات قبل كده؟ اشتركت في مسابقه ابداع 3 سنين ورا بعض في الكليه، وكان في مسابقه تبع وزاره الشباب والرياضه، وكان في مواقع بقى بتنشر يعني بتطلب بقى ان الناس تنشر معاهم وكده، فدي برضو مسابقات انا اشتركت فيها اونلاين. انت بتكتبي حاجه تاني غير الروايات والقصص؟ بكتب مقالات، ده بقى من زمان جدا، ممكن تبقى مقاله علميه، ممكن يبقى مثلا موقف فتبقى مقاله اجتماعيه، وحاسه ان السوشيال ميديا الفتره دي بقى اي حد ينشر مقال، فيعني حاسه ان المقالات انتشرت كتير جدا. طبعا وحاسه ان هو يعني المقالات دي حاجه مهمه جدا، ما اعتقدش ان هي ممكن تقف. سؤال يمكن يعني، هل كان في معوقات واجهتك وانت بتكتبي رواياتك كلها او معظم الروايات اللي انت اشتركتي فيها؟ هو اكيد اي حد بيشوف بني ادم بيحاول ينجح في حاجه لازم هيقف قدامه، فدي اكيد حصلت لنا كلنا. ناس كتير يعني حاولت تقول لا مش هتوصلي او مش هتعرفي تكتبي. انا خدت سنه بكتب، سنه وشويه بكتب في الروايه دي، فجالي شويه احباطات كتير جدا في وقت ما انا بكتبها، بس يعني الحمد لله قدرت ان انا اتغلب عليها. كلمينا كده، يعني ايه اللي واجهك مثلا وانت بتكتبي؟ مثلا صعوبه اللغه العربيه، او انت مثلا يعني مثلا وقفتي عند حد معين مش عارفه تكملي من خيالك؟ هو عامه حب اللغه ده لازم هيبقى اساسي عند اي كاتب، لازم هيبقى اصلا بيحب العربي، بيحب يقرا العربي، فدي ما كانتش مشكله قوي. كان يعني المشكله الاكبر هي في الناس اللي هي ممكن تحبطك تقول لك لا مش هتعرفي تعملي ده ومش هتعرفي تعملي ده. اشتركتي في معرض قبل كده؟ معرض كتاب. هو المعرض 2016 و17 و19، هو ده اللي نزل فيهم التواريخ اللي نزلت فيها الكتب اللي انا اشتركت فيها. تمام. انت بتفضلي الناس اللي بتكتب باللغه العربيه الفصحى عموما، عشان الايام دي الناس اللي يعني في ناس كتير جدا بتكتب بالعاميه. لان موجوده معانا صوره من مظاهر برضو الاهتمام والاحتفال بيكي، وبرضو يا صوره يا رميساء ليها صوره برضو من بعد كتاب المذنبون، صح برضو؟ بس دي الحفله بتاعت معرض الكتاب بقى، تمام، مش حفله الكليه، وكان معايا مذيعه صديقه. دي معرض الكتاب مش الكليه. دي الحفله بتاعت معرض يعني الكتاب. برضو كان في برضو جانب من الاهتمام في معرض الكتاب، يعني الاهتمام ما اقتصرش على الكليه بس، لا ده كان في اهتمام كبير بالروايه بتاعت حضرتك. شكلها كانت مثيره وجميله بجد يعني. هي الحفله كانت حلوه جدا، وكنت مبسوطه جدا، الناس كتير قوي كانت موجوده فيها، يعني صحابي واهلي، فكانت حلوه. اكيد طبعا. كنت بسالك انت يعني في ناس كتير دلوقتي بتكتب باللغه العاميه،
ويمكن كمان يعني الفاظ يعني ما تعتبرش من اللغه العربيه. فانت ايه رايك في الموضوع ده؟ هو انا عامه دايما ضد ان انا اكتب باللغه العاميه بس في كتاب او روايه كامله، مش بقتنع بيها يعني، مش بحس ان هو ده الادب، ده مش الادب اللي احنا عايزين نوصله. ان المفروض ان احنا عايزين نقوي اللغه بتاعتنا وننشرها اكتر، بما ان اللغه كمان ضعفت قوي. اه بالظبط. فبقى اي حد بيكتب حتى لو هو مش كاتب بقى خلاص كلمتين عمي فنشر كتاب. بس ما عدا في كتب بقى نفسيه بتبقى منشوره بالعاميه، بحس لا دي مهمه ان هي بتوصل بسهوله للناس. لكن بعيدا عن الروايات نقدر نقول ان دي وجهات نظر، لان في ناس بتشوف ان الكتابه باللغه العاميه، في ناس يعني بتكتب باللغه العاميه بشكل كويس والروايه او القصه مقبوله جدا، وفي ناس بتكتب باللغه العربيه الفصحى بس ما بتكونش كويس. يعني وجهات نظر. فانت كمي مجد بتفضلي ايه؟ انا بفضل ان انا اكتب باللغه الفصحى يعني، ده دي بالنسبه لي احسن. بس ممكن لو في حد عايز يسهل شويه على القراء ممكن يكتب الحوار مثلا بالعامي، دي بتبقى حاجه برضو بيدخل الاثنين دول في بعض فبتبقى حاجه كويسه. مي، ايه اكتر حاجه بتوصل للقارئ، القصه القصيره ولا الروايه بشكل بحيث الفهم والتوصيل والتعبير والقدره؟ القصه القصيره ولا الروايه؟ هما الاثنين بيوصلوا، بس انا شايفه ان القصه القصيره بتعبر او بتعرف الناس على الكتاب اكتر الفتره دي. يعني على السوشيال ميديا لما حد بيحاول ان هو يبدا ان هو ينتشر او الناس تعرفه بيكتب القصه القصيره عشان مش بتاخد وقت. انما الروايه لازم يبقى على الاقل في ناس عارفاه علشان تختار الروايه بتاعته وتقراها. انما لو هو لسه مش معروف او الناس مش عارفه هو مين بتبقى صعب ان الروايه بتاعته تبقى منشوره او منتشره عامه. وغير كده ما هي كمان الناس بتفضل الحاجات السريعه، في ناس بتمل من القراءه او مثلا ما بتفضلش ان هي تقرا كتير، فبتحاول على قد ما تقدر تنقي الحاجات الموجزه وتبقى كمان ليها معنى او بتوصل فكر معين. بالظبط، ده صح جدا. تمام، كانت فقرة جميلة جدا معاكي يا مي، واستمتعنا بجد، ونتمنى ليكي ان شاء الله التوفيق في الفترة اللي جاية. اعزائي المشاهدين، وبكده بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا الاولى من برنامجنا عاش الشباب. خلوني اشكر الكاتبة والروائية الشابة مي مجدي. مي، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتينا نورتينا النهاردة في عاش الشباب. شكرا لك، شرفتينا يا مي. شكرا. وخلوني كمان اشكر زميلتي رميساء، واللي كنت سعيد جدا اني بقدم معها. شكرا يا محمد. اشكرك يا رميساء. اعزائي المشاهدين، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل حوار وموضوع مهم جدا جدا مع الزميلتين ندى السيد ولمياء مجدي مع مدرب التنميه البشريه رضا عز الدين. استنوهم بعد الفاصل.